السلطات لها فوائد كثيرة على المرأة الحامل، غير أنها تعطيك فيتامينات ومعادن، أكل السلطة له مفعول قلوي على الدم، أي صحي أكثر. لكن لما أقول حق المرأة الحامل زيدي سلطات في حياتك، تقول لي سلطة مملة. أحسن طريقة تخليك تحبين السلطة هي أن تسوين سلطاتك أكثر مشوقة. خل أعطيك مثال. هذه السلطة أسميها مراكب الأفوكادو. فأنا أخذت أفوكادو، طلعت منه النواة، وحشيته خضروات مقطعة. هني في الحشوة حطيت فلفل أصفر وفلفل أحمر وخيار وزيتون وبصل، لذيذ جدا، وتحطين فوق شوية زيت زيتون. سهل وسريع ولذيذ. هذه السلطة نفس الشيء، شكلها حلو لكن سهلة سهلة جدا. عبارة عن شرائح طماطم وشرائح تفاح أخضر وشرائح أفوكادو، صفينهم على السرير من الجرجير، وفوقه حطيت جوز مقطع، ملح وفلفل، وشوية زيت زيتون وخل. سهل وسريع ولذيذ. هذه السلطة مبسطة، حتى مبسطة أكثر. حطيت الأوراق الخضراء اللي عندي، أي أوراق خضراء عندك في الثلاجة، وضفت لها حمص وزيتون أسود، فتعطيك بروتين وتعطيك فوائد بسرعة. آخر سلطة سويناها هني عبارة عن شرائح سميكة من الطماطم، وفوقها بشرت جزر وفلفل أخضر وكوسة، ومع شوية كزبرة. تحطين المبشور فوقه، وبعدين ترشين عليه بذر الكتم، وانا احب اقدمه مع صلصة الافوكادو. لاحظي ان كثير من المقادير تتكرر، لكن طريقة التقديم هي اللي تخلي السلطة مشوقة اكثر. حاولي تختار عين سلطاتك وتشوفي الفرق. حملك الصحي احلى هدية ممكن تقدمينها لطفلك، فابدئي.